السلام عليكم طلبتنا الأعزاء بمحاضرة الإنجليزي لهذا اليوم، المحاضرة الثامنة. سويت مشاركة للشاشة. اليوم محاضرتنا عن المودلز. المودلز اللي هي المايت، كان، ماست، شود، اوتو، وهكذا. راح نشوف شنو الفرق بيناتهم. عندي شغلات مؤكدة، وعندي شغلات محتملة، وعندي شغلات ممكن حدوثها. محتمل حدوثها يعني 50% تصير، 50% ما تصير. ممكن حدوثها يعني هذا الشيء ممكن أن يحدث. والشغلة المؤكدة اللي هي certain. إذا certainty means known for sure، يعني شغلات المؤكدة. feeling no doubt يعني بدون شك. Are you certain that you left the book on the باص؟ هل أنت متأكد أنه أنت خليت الكتاب على الباص؟ نسيت أو غادر، يعني نسيت الكتاب بالباص. probable مثل ما قلنا المحتمل probability اللي هي تعني مو متأكدين من هذا الشيء أنه راح يحدث، وإنما 50% يحدث قد يكون. يعني the probability of toast coin landing heads up is 50%، is 50%. 50%. يعني معناتها هاي مالت الطوة والكتبة، مالت الفلوس مثلا، إذا طوة أو كتبة 50% تطلع طوة، 50% تطلع كتبة. possible means يعني ال possibility اللي هي إمكانية الحدوث، means something can happen يعني شيء ما يمكن أن يحدث، maybe or perhaps، ربما. rain is a possibility today يعني من المحتمل انه مطر اكو اليوم. فاكو عندي بعض المودلز اللي تستخدم مع التأكيد، بعضها تستخدم مع الاحتمالية، بعضها تستخدم مع امكانية الحدوث. I will be away tomorrow، انا سوف اكون خارجا غدا. يعني شنو هنا؟ أنا اكيد راح اكون خارج، اكيد راح اكون خارج. نعم، I won't be late on Tuesday، أنا سوف لن أكون متأخرا الثلاثاء. You must be tired، يجب أن تكون متعب، يعني أنت أكيد متعب. هنا أنت أكيد متعب. must مرات تجي أكيد، مرات تجي يجب. Thus can't be Jim، he is in LA. هذا مو مستحيل يكون هو جيم، هذا مو جيم، يعني شيء متأكد من عنده لأن هو ساكن يجوز أو هو موجود بمدينة اسمها ال اي. ال probability اللي هي احتمالية، لا عفوا، احتمالية، احتمال ايه احتمال لا، محتمل الحدوث. she should be here soon يعني ممكن أن تكون هي هنا حالا. It shouldn't be too difficult، يعني هذا مو كلش صعب. She ought to be here soon، يعني من المحتمل أن تكون مثل ما قلت لكم، محتمل أن تكون هنا. It oughtn't be to be too difficult. Possibility إمكانية الحدوث، يعني شيء ممكن أن يحدث، ممكن أن يحدث، مو محتمل، ممكن. تجي ويا may، might، could. The water may not be warm enough to swim، يعني هنا المي قد يكون مو دافي كلش على مود نسبح. It might rain today، من المحتمل أن تمطر اليوم. We could all be millionaires on day، ممكن أن نكون مليونيرية في يوم واحد. ال permission المودلز بالنسبة، إذا هسه افتهمنا الفرق بين certainty والprobability والpossibility. possibility مثل may، might، perhaps، وهكذا. could، should يجي ويا الاحتمالية، will، must، can't يجي مع التأكيد. هاي أمثلة عليها. permissions و prohibition و obligation. permission يعني أنه أنت عندك السماح إلى عمل هذا الشيء. Our parents give us permission to go to the movies. عائلتي أو أهلي طوني سماحية أنه أروح إلى الفيلم، إلى الموفيز، إلى الأفلام.
prohibition means that أنه هذا الشيء ممنوع forbidden غير مسموح به not allowed not allowed غير مسموح به smoking is prohibited يعني التدخين ممنوع not permitted غير مسموح in public buildings في البنايات العامة obligation something a person must do يعني هذا الشيء لازم يسويه في شخص معين it is necessary to do it he was under obligation to finish his work in time يعني هو مثل تحت الإطاعة أنه يسوي ينهي العمل مالته بالوقت تجي المودلز اللي تجي ويا البيرميشن كان كود ماي مايت البروهيبيشن مسنت ماي نوت كانت لان غير مسموحه فتجي دائما ويا النفي obligation ايضا تجي وياها must need or to should شوفوا ال or to should اجتي بالprobability واجتي بالobligation واجتي بالobligation الامثله اللي عليها you can use the car if you like انت مسموح لك يعني من الممكن انه تستخدم السياره اذا انت تريد Could I talk to you for a minute? هل تسمح لي أن أتحدث معك لمدة دقيقة? May we use the phone? Do you think we might take a break now? نعم. Books must not or may not be taken out of the library. You can't come in here. يعني هنا الكتب غير الكتب must not or may not be taken out of the library غير مسموح أنه تطلع خارج المكتبة obligation اللي هي جاية من الطاعة أو أنه اللازم أنه أني أنه أنت تسوي هذا الشيء أنه أنت تسوي هذا الشيء يعني مثل الأمر students must register in the first week of semester يعني الطلاب لازم يسجلون يجب يجب must تجي هنا لا يجب need يحتاج ought to أيضا يجب should أيضا يجب do I need to get نعم سيتطلب بس وقف عليهم نعم She really ought to or should take a shower. يعني هي يجب أن تأخذ shower. يجب أن تأخذ shower. هسه راح نجي إلى must, need, have to. Prohibition. You mustn't tell her. I don't want her to know. No obligation. You don't need to tell her. النفي مال اللي يعني مو شيء لازم يسويه. You don't need. الفعل المساعد don't. Do not. And الفعل الرئيسي need. فعل المصدر. Obligation. I must stop smoking. I have to stop smoking. شنو الفرق بين هذا؟ الفرق هنا obligation يعني داخلي internal I must stop smoking يعني أنا يجب أن أوقف تدخين I tell myself that what my obligation is فهو داخلي يعني أنه I دا أحكي ويا نفسي I must stop smoking I have to stop smoking يعني أنه أني فد واحد قال لي أنه لازم تبطل تدخين فدا أقول له I have to stop smoking. I have to stop smoking. وهكذا. راح نجي إلى الشابتر أو من كتابنا New Headway Plus. I have to. I don't have to. هنا I have to مثل ما قلنا هو obligation. عمل يجب أن أقوم به. أقوم من عنده داخلي وأقوم من عند العفو. Obligation قلنا internal و external. داخلي وخارجي. فالماست يجي ويا الداخلي عند أبلغ نفسي مثلاً أنه بداخلي أنه أي لازم أوقف تدخين بس من أقول I have to stop smoking يعني كأنه أكو واحد قال لي لازم توقف تدخين لازم توقف تدخين نعم زين هاي مجموعة من الجمل شوفوا الاستخدام have to و I don't have to عندي مجموعة من الجمل راح نشوف شو وقت راح نستخدم have to وشو وقت نستخدم النفي
get up early every morning, pay bills, أدفع الفواتير, go to school, work at the weekend, القيام بالواجبات المنزلية. شلون راح نخليها بجمل ويا have to والنفي مالتها أيضا. have to الماضي مال have to. نعم. I have to work very long hours. يعني أنا يجب أن أعمل ساعات طويلة. لا بد لي من العمل. Do you have to work at the weekend? هل ستعمل في الويكند؟ هنا do you have. هنا لأن ما عندي فعل رئيسي. الفعل الرئيسي هو have. فإذا ما عندي فعل مساعد فراح أجيبه للاستفهام أول محاضرة. أجيبه do you have to work at the weekend؟ زين. ليس علي القيام بالغسيل. I don't. هذا النفي مالته. أيضا have هنا have to يعامل كفعل رئيسي. فالاستفهام لازم أجيب فعل مساعد do you والفاعل. والنفي مالته I don't have to do the washing up. We had to learn the basics. We have to learn the, we had, العفو, to learn the basics. هنا يجب علينا أن نعلم الأساسيات. I didn't have to wait too long to get a job. يعني أني ما أقدر أنتظر أو ما أضطر أنه أنتظر ساعات طويلة حتى أحصل على وظيفة. هنا كل استخدمنا I have, do you have, I don't have to do, we had to learn, I didn't. يعني I will, we will, you. فإذا الفعل المساعد هو have, العفو do, والفعل الرئيسي هو have, I have to, we had to learn, I didn't have to بالماضي. إذا هسه يريد سؤال لاخ يقول لك غير هاي الجمل إلى جمل تكون باستخدام هي باستخدام الضمير هو باستخدام الضمير هو. إذا راح أقول I have راح أصير هي have. هل صحيح لو غلط ده أقولها؟ لا غلط. لازم ما دام هي لازم أستخدم وياه has. He has to work very long hours. He has to work very long hours. Do you have to work at the weekend? هاي اللي قلناها. احنا نريد نحط بدال اليو هي. فأقول له do he have to work at the weekend? هاي هسه واحد بيكم يقول لي غلط. ما يصير do we have. Do he have. لا يقول لازم اللي يجي he she و it يجي وياها does. Then إذن does he have to work. Have يبقى فعل رئيسي. العفو فعل مصدر. Does he have to work at the weekend? I راح أصير he don't راح أصير doesn't have to do the washing up. We had to learn the basics. He had to learn the basics. بالماضي ما يفرق إذا كان he she it أو I أو we. I didn't have to wait too long to get a job. راح يقول he didn't have to wait too long. Too long to get a job. هنا أنا have to تجي وراها فعل رئيسي مصدر وهاي حياتها لجوا. راح نجي إلى نقطة قواعد. راح نجي إلى نقطة قواعد. Have أو have got. Can express permission or an action. يعني مثل ما قلت لكم سماحية permission position عفو or an action. Have أنه لازم يسوي هذا الشيء. يا أما يعني have يعني ملكية. أني I have this car. يعني أني أملك هذه السيارة. أنا رايحين مثلا I have got a car. أو I have got مثلا an exam tomorrow. I will have مثلا. هذا تجي يعني أنه أني راح أسوي أو راح أملك أو عندي امتحان أو عندي امتحان. فهنا أنا مسوي لكم هو الفرق بيناتهم. I have my own flat. We have got an exam
today. We have got an exam today. زين. هذا هنا عن التملك. هنا هذا الهاف والهاف جوت لان لها معاني كثيره. فاول شيء اذا جاء وراها اسم اسم تصف الشيء اللي انا املكه فهو يكون للتملك. I have my own flat. عندي شقتي ملكي. We have got an exam today. سوف يكون عندنا امتحان غدا. اذا هنا عن التملك او انه انا عندي هذا الشيء. اذا جاء وراها مصدر فعل مصدر فعل يعني فعل رئيسي مصدر فهي تعتبر obligation اللي هي انه انا لازم اسوي هذا الشيء. He has to work long hours يعني هو يجب انه او يعني عليه ان يعمل ساعات طويله. I have got to go now انه انا لازم اذهب now. باي باي. واضح؟ Write the question as negative. إذا هسه نفرق بين الهاف والهاف جوت في حالة أنه هي عن التملك والهاف والهاف جوت في حالة يجي وراها فعل مصدر. Write the question on negative. I have to get up early. I have to get up early. هنا لازم أنه باكر أستيقظ مبكرا. إذا هي obligation. نعم. نعم. بس وافقي على الطلبات. ما تمام. نعم أنا هنا أنه باكر لازم أستيقظ مبكرا. زين فإذا هذا شنو يعتبر obligation لأن جاي وال have to فعل رئيسي أو فعل مصدر. What time فراغ you فراغ up. فهنا أنا I have to فاعل والفعل الفعل هو مصدر الفعل ليس مضارع ليس ماضي. I have to إذا بما أنه هو فعل رئيسي هنا أنا have to يحل فعل رئيسي مو هنا get الفعل الرئيسي have to. فإذا لازم شو أجيب له فعل مساعد. What time أستخدم do لو does لو did. Did بالماضي does إذا عندي he وشي وإت. إذا أنا عندي I إذا أستخدم do you. Do you have to get up. Do you have to get up. What time do you have to get up. I فراغ أريد النفي ويريد استفهام يريد نفي. فإذا أقول I أيضا بالنفي أجيب الفعل المساعد اللي هو do وأحط له not وأحط له الفعل المصدر. فإذا I do, اللي هو have. I do not have to get up early. I do not have to get up early. يقول لك هاي الجملة حطها بالماضي. Yesterday I had to get up early. Yesterday I had to get up early. I had to get up early. واضحة ويات الحل مالها لجوال. What time do you have to get up? I don't have to get up early. Yesterday I had to get up early. إذا have الماضي مالها had. من عندي شخص ثالث استخدم has اللي هو he والشي والit. والاستفهام لازم أجيب فعل مساعد نفي واستفهام لأن هي تعتبر فعل مصدر الفعل الرئيسي. نعم هذا هنا الذي يقولكم شو اللفظ مالته. I have a good job. أنا عندي هنا شوفوا هنا راح نفرق بين هنا التملك وهل هي لي أنه أنا عندي هذا الشيء. I have a good job. Job العفو يعني أنا عندي عمل جيد. He has a nice car. أنه أنا عندي سيارة لطيفة. I had a good time. عندي وقت كان لدي يعني كان عندي وقت جميل. وقت جيد. I have to work out. هسه هذا شنو هنا راح نلاحظ. I have هنا وراها a good job وراها اسم. A nice car اسم. A good time اسم. إذا هاي تعتبر تملك. لكن I have to work out. She has to get up early. I had to take exams. جاية وراها فعل مصدر work get take. إذن هي تعتبر شنو obligation. Obligation. هنا نقول لك شنو الفرق بين التلفظ. شنو الفرق بين التلفظ. Have
لا هو هنا أنا عندي هاز وهنا أنا هاد، هنا أنا I have to، لما نصير مثل I have to كأنه البيت اللفظ F، كأنه البيت اللفظ F. هنا أنا كاتبي لكل وحدة لفظ مالتها، هاز أول وحدة، بي هاف، والسي هاد، والدي هاف تو، هاز تو، هاد تو. هات تو صارت مثل التي، الدي صارت مثل التي. زين هاي فقط تشوفون التلفظ مالته، ولما يصير وياه تيوي يصير مثل الهاف تو، يصير عبالك هاز هاف فا، يعني الهاز يصير هاز والهات تو يصير عبالك تي. هنا ليش شنو هنا هنا ليش مسوي؟ نعم هنا انا I have a good job، I have to work hard. زين هنا لكل وحدة حاطها، هنا للبي I have، وهنا للدي اللي هي هاف تو، مثل ما قلنا. He has a nice car. He has a nice car. She has to get up early. هنا الفروقات بس يراوي لك بيناتها. She has to. هاي. She has to. She has to. I had a good time. I had to take exams. مثل التي صارت باعوها التي. هاي بس مجرد باللفظ. نعم هنا أنا عندي I think فراغ talk to your boss. عندي أربع جمل أقدر أحط بيناتهم shouldn't أو must أو should أو don't think you should أو don't think you should. نعم shouldn't should must don't think you should. I think you فراغ talk to your boss. I think you من بين هنا راح احط انه هنا اعتقد انه انت لازم او يجب انه تتكلم ويا المدير العمل مالتك to your boss. إذا I think you should talk to your boss. You فراغ drink coffee at night. يعني انه شرب القهوة بالليل. يعني هذا لازم شنو يكون نفي. You shouldn't. You shouldn't drink coffee at night. يعني انت يجب انه ما تشرب قهوة بالمساء او بالليل. I فراغ go on that boat trip next week. يعني I راح فراغ go on that boat في هذا البلم أو في هذا القارب سفرة الأسبوع القادم. I فراغ إيش راح نستخدم؟ إحنا استخدمنا should و shouldn't. زين فراح أستخدم I don't think you should go on that boat trip next week. You فراغ go to the dentist. يعني you must لازم تروح إلى طبيب الأسنان. أروح طبيب الأسنان إجبارية. زين فهنا يقول لك جرب هاي المحاورة ويا البارتنر أنه أن أعطي بعض النصائح إلى زملائك. مثلا overweight يعني أنا وزني زائد. I've got exams next week. My cat's ill. هاي يعني بس مجرد اطلاع. نعم هياتها هاي وهاي الحل مالته نلاحظها must go go. طبعا كلها تجي وراها مصدر تلاحظوها مصدر هياتها. وهذا هو هنا أنا كاتب لك هاي المشاكل. I'm working 16 hours a day. فلهذا يقول له I think you should talk to your boss. I can't sleep. فيقول له you shouldn't drink coffee at the night. يعني يقترح له انه انت تشرب قهوه بالليل. هو منطيك الحلول المشاكل والحلول وانت تحط لها should و must. I get C
sick very easily. يعني عندي مرض البحر، او يعني شلون فوبيا من البحر. فيقول له لهذا يقول له I don't think you should go on that boat trip next week. I've had a terrible toothache for weeks. يعني عندي ألم أسنان مزعج لأسابيع، منذ أسابيع أو لمدة أسابيع. فيقول له you must go to the dentist. يعني لازم تروح إلى طبيب الأسنان. هاي بس حتى تشوفون شلون نحط الشود والماست وشودنت ويو شودنت نوت. الآن نجي إلى بقعة قواعد. بقعة قواعد which sentence express a suggestion which is. هسه راح يقول له عندي مجموعة في الجمل، وفيقول له يا جملة هي اللي بيها الاقتراح، هي اللي سويناها هاي، ويا جملة تمثل ال obligation يعني أنه يجب تسوي هذا الشيء. فمنطيني جملتين وراح أشوف من عندها يا هي المقترحة ويا هي الإجبارية. You should go on a diet. You must go to the doctors. You should هنا جاية شنو؟ اقتراح أنه أنت لازم تسوي دايت رجيم، هذا مو إجباري. بس you must go to the doctors أنه هذا الشيء إجباري، لأنه هو يعني هو أكيد مريض. واحد ليش يروح الطبيب؟ لأنه مريض. Should and must are modal verbs. قلناها احنا should والmust اكو عندي المودلز اللي هي التأكيد certainty او probability او possibility. should والmust تجي ممكن تكون بالobligation، ممكن تكون بالاحتمالية probability. should and must are modal verbs. he must be careful. يجب ان يكون مهتم. you shouldn't drive when you are tired. يجب ان لا تسوق عندما تكون متعب. What should she do? ماذا يجب أن تفعل؟ ماذا يجب أن تفعل؟ نانا كاتب لك do. لم أنضيف الأس للدو لما عندي he و she و it. In the question and negative. Do we use do and does in the question and negative? نعم. إحنا نستخدم الدو والداز مثل ما سوي مثل ما شفناها بالنفي والاستفهام. نعم، هاي بالنسبة اللي أخذناها الهاف والهاف جوت. لكن هنا الماست والشود نلاحظ من نقول هي ماست بي كيرفول، ماكو هي ماست، ماكو، ما ضفنا اس للشخص الثالث، ما قلنا هي شودز، لا. الماس والشود ثابتة، تجي ويا الهي والشي والات، وتجي ويا الاي والوي واليو. واضحة هاي الملاحظة جدا مهمة. لكن بالهاف تصير هاز، بالهاف تو وهاف جوت تو، شو سوا صاوت الهاف صاوت هاز. الدو بالاستفهام والنفي دونت، بينما الشخص الثالث does و does not. صحيح؟ هنا لا، الماست تجي ويا الكل، ماست ويا الهي والشي والات، ويا الاي واليو والوي، وهنا الاستفهام والنفي. شنو هنا يقول لك؟ شلون نسوي الاستفهام والنفي؟ mustn't ممكن، مو شوفوا shouldn't، what should she do؟ إذا استخدمناه بالاستفهام. إذا محتاجين هنا بالاستفهام مالته do و does. do و does ممكن أنه أستخدم بدال shouldn't أقول I don't think you should smoke so much. يعني أنه أنا لا أعتقد أنه أنت يجب أن تدخن كثيرا. أو ممكن تقول I don't think you should، أو تقول لي you shouldn't smoke so much. بس هنا لما تقول لي يو شودنت يعني مثل اللي دت امه انه ما يدخن، هذا امر. بس من اقول له اي دونت ثينك يعني انا ما اعتقد انه انت يجب ان تدخن كثيرا.
واضحة؟ إذا عرفنا الفرق بين الهاف والهاف تو من ناحية الاس الشخص الثالث، ومن ناحية استخدام الدو والداس وياها. الاي والوي واليو ما نستخدم وياها الداس بالنفي والاستفهام، بينما الهاف والهاز، الهاف بالنسبة للاي والوي واليو، والهاز بالنسبة للهي والشي والات. الماست رأسا تجي وحدها بدون اس، ويا كل الافعال ويا كل الفاعل، يعني هي والشي والات او الاي واليو واليو. والنفي شودنت مسنت وهكذا. ما نحتاج اذا فعل مساعد هنا، ما نحتاج. هو هنا الشود هو الفعل المساعد، هو الفعل المساعد. وهنا كاتبت لكم اياها، يعني نحن لا نضيف اضافات الشخص الثالث. يتم تشكيل اسئله يشكل عن طريق اضافه لا او بشكل اكثر شيوعا نوت. طبعا ان فاوزه تي هيك تنكتب. هنا اكو فد بد عنوان للباراجراف. if you want to، عندك 3 جمل تكونها ويا ذولا وتكونها ويا ذولا، مثل اللي مو المحاضرة السابقة أيضا أخذناها. فهنا العفو، هنا يعني أنت تقرأها، أنت تقرأها. هنا يقول learn English أو do well in the life in life sorry أو keep fit. طبعا هنا يعني لحظة، هنا مجرد توهيم، فهم جملة منا ويا جملة منا ويا جملة منا. زين، انت يجوز اكثر من جملة توهم ويا كل شيء. يعني if you want to learn English يعني تقدر تقول you have to work hard او to learn the grammar or you have to go to the university or you have to buy a dictionary or you have to speak your language in class. يعني كل جملة تقدر تسوي لها. You don't have to، يعني تختار لها كل واحدة تشوف. مثلا you don't have to go to the university مثلا. You should buy a dictionary، يعني توهم من هنا وتوهم ويا جملة من هنا. فممكن كل جملة توهم لها أكثر من واحدة، توهم لها أكثر من واحدة. If you want to learn English you shouldn't مثلا speak your language in class وهكذا. Do well in life. If you want to do well in the life أنه لا تريد تعمل شيء جيد بحياتك، you should go to the university، أنه لازم تروح إلى الجامعة. أو you have to believe in yourself، يعني شنو؟ أنه تؤمن بنفسك، تصدق بنفسك. If you want to keep fit، إذا تريد أنه تصير يعني لياقتك كاملة تبقى. If you want to keep fit you have to you don't have to you should yes you shouldn't smoke. You don't have to smoke مثلا. You should do some sport. You have to do some sport وهكذا. يعني تقدر أنت you shouldn't smoke مثل ما قلنا، و you should do some work أو you have to go العفو sorry to do some work some sport يعني رياضة. إذا هاي توهمون جملة، هياتها مسويتها كل جملة ممكن أنه توهم لها. نريد كلها بس نعرف شلون تجي have to، شلون تجي should، شلون تجي في سياق الكلام should و shouldn't. بعدها لاحظوا كلها بعدها يكون الفعل مصدر، كلها بعدها الفعل مصدر. هنا يقول لك اكو شخص جاي الى بلادك، فشنو النصيحة اللي تقدر تقدم لها؟ انه جيب ملابس دافئة، فيو شود برينج وارم كلوثز.
you don't have to get a visa، ما راح تحتاج انه تحصل على فيزا. you have to have a passport، لازم يكون عندك passport. شوف هنا الهاف تو هاف، انتبهوا عليها. هاف تو هنا جاي يجب، هاف هنا تملك، ا باسبورت لانه هاف ا باسبورت وراها اسم، اذا هي مال تملك. يو ماست تراي اور لوكال سبيشاليتي، انه لازم تجرب تخصصنا المحلي. هذا هو محاضره اليوم عن المودلز، التأكيد والاحتمالية والممكن إمكانية ممكن هذا الشيء أن يحدث. شفنا الفرق بين must و have to و should، كلها تجي يجب تقريبا obligation، might تجي احتمالية، بس أكثر ما حكيناه هو عن must و should و have to. have to و have to go و have got to تجي لها معنيين، يعني أما معنى تملك أنه أنا أملك هذا الشيء، أو تجي ف ك have to كفعل مضارع، فعل مساعد، زين تجي كفعل مساعد. فإذا إذا جاء وراها فعل وشفتوها، يعني أتوقع هي شيء بسيط، وإنما هي تجي من سياق الكلام، تجي من سياق الكلام. الشود الهاف والهاف تو النفي مالها haven't، العفو don't، don't أو doesn't أو didn't have to، بينما ال must و should النفي مالها mustn't و shouldn't، mustn't و shouldn't ما أضيف لها، ما أحتاج إلى الفعل المساعد do لو does. ال he و she و ال it مع ال have لازم تصير has و have to و has to has got to، لكن مع ال العفو لكن مع الماست والشود ما يحتاج انه اضيف اس الشخص الثالث، هي ماست، يو شود، شي شود، وهكذا. والنفي ومثل ما قلت لكم الاستفهام مالتها ايضا ما يحتاج الى الفعل المساعد دو ولا داز ولا ديت. نعم، وهاي مجموعه من الجمل دربوا نفسكم عليها حتى تعرفوها. أكو سؤال على المحاضرة إن شاء الله؟ لا ستر رحمة الله والديك، ما قصرتي. الله يسلمك إن شاء الله. هي المعلومات ترى أنتوا أغلبكم يعني شكرا، ما ما فيها قصرت. أكيد. نعم، راح أوقف مشاركة العرض، راح نوقف التسجيل حتى لا يأخذ، ما عندكم أسئلة.